من اسطنبول ينضم إلينا مراسل الغد علام صبيحات. علام، كيف ينعكس هذا الاعتراف الأمريكي على ارتكاب تركيا لمجزرة الأرمن؟ يعني هل جميع الأوساط متفقة مع أردوغان بأن هذا الاعتراف لا أهمية له؟ يبدو هذا إلى حد كبير. هنا في تركيا قبل قليل، قبل نحو نصف ساعة من الآن، صدر بيان لأول مرة، ربما من المرات النادرة جدا، من البرلمان التركي، شاركت فيه كل الأحزاب السياسية داخل البرلمان، لتبنت نفس الموقف الذي تبناه الرئيس التركي رجب طيب إردوغان والمسؤولين الأتراك على اختلافهم. إلى جانب ذلك، هناك موقف مؤيد أيضا، يعني متشابه تماما مع موقف إردوغان، وهذا أيضا ملفت للانتباه، من زعيم المعارضة التركية كمال كليتشدارولو، الذي قال إن التاريخ يجب أن يتعامل معه يعني علماء التاريخ وليس الساسة، وإن هذا الأمر تم استخدامه لأغراض سياسية. يتحدث هنا عن موضوع مذابح الأرمن بين قوسين، وهي التهم التي تنفيها كل الأطراف السياسية هنا في تركيا. إردوغان ركز كثيرا على هذا الأمر خلال كلمته اليوم أمام مؤتمر، يعني خلال مؤتمر النواب حزبه في البرلمان، وقال إنه يعني بحسب رأيهم لا قيمة له من ناحية، ومن ناحية أخرى بحسب ما قال هو تحريف للتاريخ، وطالب النواب الأمريكيين بإعادة قراءة التاريخ الصحيح كما وصفه، والذي يؤكد بحسب رأي تركيا، الموقف الرسمي التركي، أن تركيا تعرضت من قبل منظمة أرمنية لهجمات في تلك الفترة، وبالتالي هم يرفضون هذا الأمر جملة وتفصيلا. كل الأطراف السياسية سواء على المستوى السياسي أو حتى على المستوى الحزبي هنا في تركيا تتوافق إلى حد كبير مع هذا الموقف الرسمي، وهي طبعا من المرات النادرة. مرة أخرى أكرر أن هذا الموقف، هذه المواقف المتشابهة من المعارضة والحزب الحاكم، هي من المرات النادرة جدا هنا في تركيا. عادة ما تكون هنا خلافات في المواقف وانتقادات أيضا لمواقف الحزب الحاكم، ولكن هذه المرة يبدو أن الصورة هي في هذا الاتجاه. شكرا جزيلا لك على كل هذه المعلومات، مراسل الغد من اسطنبول علام صبيحات.